تفاح. بطيخ. يقطين. عنب. مانجو. موز. فاكهة التنين. برتقال. فراولة. كوسة. طماطم. شطة. بصل. باذنجان. كرنب. جزر. خس. فلفل. خيار. ليمون. ذرة. وبكده يا أصحابي تكون انتهت حلقتنا النهاردة اللي اتعلمنا فيها مجموعة من الخضروات والفواكه بشكل جميل وسهل ولذيذ. لو عجبتكم الحلقة وعجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لنا لايك وشير وسبسكرايب وتقولوا لأصحابكم على القناة. يلا مع السلامة، باي باي.